نمشي من بيت اخوي ابو فيصل اتجاه القطيف لما نغير زيت، غير زيت الدباب. دقائق نوفقها ونكمل. ها؟ هي على الطريق، على طريق المنطقة. اي نعم. كيف احوالك؟ والله طيب. طيب الحمد لله. انا هنا في القطيف مع اخوي احمد درويش. حبيبي حبيبي احد شباب القطيف. حياك. وبيننا منورة القطيف. والله منورة باهلها. الله يسلمك. طبعا بيننا اتصالات كثير وهذا، بس سبحان الله ما الله اراد نتقابل غير اليوم. هذا احمد وقف يبغى يذوقنا من لوز القطيف، ما الزراعه هنا محليه. غيرت الزيت عند تطلع هنا عادي. اي عادي عند اخوي عبد الله في القطيف هنا، ما شاء الله صيانه عنده. وهذا الزيت ان شاء الله طالعين على جهه الجسر مع اخونا حسام. يا هلا حسام وابو فيصل، يلا وراك حنا. هذه
هذا منفذ البحرين، مملكة البحرين الشقيقة. الجو هادي، ما في زحمة، في أحد. بس جيت هنا عشان أوثق الرحلة. هذا البحر، شوف كيف. هذا طريق العودة. صورت وهنا وثقت الرحلة، وهذا طريق العودة. طبعا ما في دخول البحرين إلا للمصرح لهم، يعني حالات خاصة للنقل، للحاجة، للحاجات الإنسانية، يعني في حالات محدودة جدا. في الهاف مون، خلاص وقت النوم في الخيمة. هذه الخيمة هنا. الخيمة والدباب هناك. صباح الخير من الهاف مون. هذه نومتنا البارح، انا وابو فيصل، اخوي علي الراوي. هذه دراجة اخوي علي الراوي، رحال الساحل الشرقي. اللهم انت الصاحب في السفر. وهذه خيمة أبو فيصل، ما شاء الله تبارك الله عليه. النوم البارح هنا حلوة، جو بارد، جميل البرودة حقيقة. ان شاء الله الان بنمشي من الهاف مون، بيتين هنا البارح انا ابو فيصل، وفي اتجاه شاطئ العقير. ها ابو فيصل، ان شاء الله تعالى ما شفتوا. ان شاء الله الان متجهين الى العقير، شاطئ العقير في الأحساء. 77 كيلو تقريبا من هنا إلى شاطئ العقير، معطيني اللوكيشن. شوف الطيران الشراعي. هذا شاطئ الهاف مون. هنا دراجات 4 كفرات بياخذوها ويروحوا فيها الطعوس. هنا الرمال هنا يطلعوا ويلعبوا عليها ويستمتعوا الشباب والكبار والصغار كلهم. فما شاء الله، يعني رياضة التطعيس هذه او الصعود على سفوح الرمال هذه، في كثير لها ناس محبين. وزي ما انتم شايفين الدرجات، شوف ما ادري، ما يبان يمكن في الكاميرا، ويبان والله ما ادري، الطيران الشراعي. ارضها من الهوايات اللي الجو حلو والنسمه بارده. تجي مجانا، توقف الكرفان وفي كهرباء وفي تقريبا تصريف لانه في المويه البلاك ووتر وغري ووتر اللي هو الغسيل، وهذا فعندهم تصريف.
يعني المياه فيها مواقد للشواء، شوف في نافورة هناك، مكان جميل والله. والله عجبني المكان، يعني شوف في كل الخدمات اللي يحتاجها الموتر هوم ذا والار في والكرفان، ومجانا، شيء جميل. السلام عليكم. اظن كمان يأجروا هنا اذا تبغى كرفان، الظاهر فيه تأجير، حاجة جميلة. السلام عليكم. وينك يا أبو فيصل؟ أين أنت يا أبو فيصل؟ طيب أنا في الحقيقة ما أحب أدخل بدراجتي هذه الجولد وينج في الحجار والأوفرود، لكن في الجي اس البي ام أو في أي دبابة فانشر ما في مشكلة، لأنه مخصص لهنا وهنا. وينك يا أبو فيصل؟ وينك وينك وينك؟ أين أنت الآن؟ بل أين أنا؟ فينك يا أبو فيصل؟ شوفوا كذا، هذه جهة أخرى. السلام عليكم من شاطئ العقير. وين رحت أبو فيصل؟ يا أبو فيصل، وهذا أبو فيصل جالس هنا. السلام عليكم. اللوكيشن أخذني أول 9 كيلو مدري 10 كيلو. هذه جلستنا على شاطئ القير هنا، جلسة جميلة حلوة. ان شاء الله الحين بنمشي من ساحل شاطئ العقير هنا في اتجاه الاحساء، نروح نغير كفر الدراجة لابو فيصل، بعد كذا ابو فيصل اتجه للرياض وانا اتجه ان شاء الله للبطحة، ومنها الى شوف بعدين ان شاء الله. الان بنمشي من شاطئ العقير بنروح للاحساء، عندي معايا ابو فيصل بيغير كفر دراجته الامامي، وبعدين ان شاء الله يتجه للرياض، وانا ان شاء الله بتجه للبطحه المنفذ التالي. وبس بنمر هنا على رجال كذا كلمني بنفس شاطئ العقير، بسلم عليه وبعدين نكمل دربه. بسم الله. هذا نفس المكان، مكان الكرفانات اللي جيته هنا الصباح الساعة تقريبا 9:30 10، ما كان في أحد، وكلمني أبو خالد قال أنه هنا موجود، فخلينا أشوف فينه بالضبط. وهذا أبو خالد، هوينا أبو خالد، وجينا عند خوينا أبو خالد، طلع لنا صديق هنا في الكرفانات. أبو خالد جيناكم الصبح هنا، شلونكم؟ طيبين؟ أبو هاشم كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. إيش أخباركم؟ بخير يا أخي. صور بواحد بثنتين يعني لازم العدة؟ لازم والله، تطمعينها للدرجات هذا ال والله. يلا تحملناكم بعدين في الكرفانات الحين. انا لو اشوف في ادغال افريقيا وفي شرق اوروبا، اعرف انه مو ترك من 2:30 وانت مشي حالك، بستانس ممكن.
انا مستعد سواء بافريقيا ولا شرق بس انا شفت رحاله عديده يعني ولا وسط اسيا ولا رحاله عديده شفتهم اليوتيوب اكيد يمر عليك شوف ابو هاشم نعم ابو هاشم لما تكلم عن الليلة إن شاء الله العشاء هنا ما شاء الله جايبين العشاء الإخوان لزموا علينا نجلس إن شاء الله بيتين هنا الليلة وهذا عشان السيارة وصلت كثر الله خيرهم ما قصروا هذه خيمتي هنا دبابي هنا وهذه خيمة أبو فيصل هذا ما شاء الله عشان اليوم يعطيكم العافية شباب ما شاء الله تبارك الله طالعين نمشي بعد الصلاة رياضة شاطئ العقيل ابو خالد وابو فيصل قدامي شوف كيف الاجواء وسرعه الغيم يا ابو شوف كيف ما شاء الله اجواء جميله في العقير اللي بنش الجرد والله ها صوت قبلنا ها صوت قبلنا هي مسك شورت كت ما شاء الله رحله ومشي حلو ها رياضة حلوة على الصبح أخذنا لنا كم كيلو زينة إيه خاصة بعد عشوة البارح ما شاء الله حياكم الله على القهوة قهوة الصباح زي ما شفتوا البارح بيتنا هنا احنا كنا على وشك ان نمشي من شاطئ العقير فجيت اسلم على ابو خالد وقالوا اجلسوا وتعشوا معانا هنا الليله اللي هو ليله امس في الليل وصحينا من بدري زي ما شفتوا ان شاء الله الان بالنسبه لي متوجه الى منفذ البطحه ان شاء الله